يا سيدي بسم الله نبدأ على روحنا. اش عندنا؟ عندنا قال سوا اي دي ان ان سويت اريتميتيك دي بريمي تيرم اي دي زيرو، معناها الاي دي ان سيت ان سويت كومون اريتمي اي دي ان ايتين سويت اريتميتيك. بطبيعة الحال هنا يلزمك تركز على كلمة أريتمي أريتميتيك، أوكي ولا لا؟ باهي. دونك دي بريمي تيرم، شنو هو البريمي تيرم بتاعها؟ زيرو دي بريمي تيرم، بريمي تيرم شنو هو البريمي تيرم بتاعنا؟ هو اي دي زيرو. ايه دي ريزون قداش؟ دي ريزون اعطانا ريزون هو ار سماه، واعطاني دي دوني. شنو هما لي دي دوني؟ اعطاني اي دي 7 ايجال ان اف، اي اي دي 13 ايجال 21 ايجال 21. دونك هذا الدوني اللي اعطاه، اوكي، واعطاني دي دوني اللي هما لي دي نمبر هذا. ايش قال لنا؟ ديتيرميني لا ريزون لو بريمي تيرم اي دي زي اي دي زيرو دابري الفورميل. كي نبدا اعطيك دي دوني، نبدا بالكيسيون نيمرو 1. كي نبدا اعطيك دي دوني دابري الفورميل، هاي دابري الفورميل ايش نعمل احنا؟ نعمل يبدا بي عندي اي دي بي بار اكزومبل ايجالا بي، وعندي اي دي كي ايجالا كي. دونك ايش نجم نخرجوا لهنا؟ نجم نخرجوا الاير ولا لا، اللي هو الريزون دي نسويت ولا لا، اللي هو شنو؟ اي دي بي موا اي دي كي سير بي موان كي، اوكي ولا لا؟ دونك احنا عندنا الحاجتين هذ. سيبوا ها بايسي تو باش نجاوبوا احنا على السؤال بتاعنا، هاي معناها تو سامبلومون نجم نخرج اني الاي دي، نجم نخرج الريزون بتاعي من الاكزومبل. كاس كنا احنا قلنا اي دي 7 ايجال كومبيان؟ 9. و اي دي 13 ايجال كومبيان؟ 21. معناها هذا يكيبو انه الار ايجال كومبيان؟ سي اي دي 13 موا اي دي 7 سير 13 موان 7، هكا ولا لا؟ تريز موان 7 صافا ولا لا؟ ما كاش تعطيك هذه، هاي كي يجيو نحسبوهم ترى 21 موان 9، يعني باش تولي عندنا 21 موان 9 سير 13 موان 7. 21 موان 9 اش تعطيك ترى؟ 12 سير قداش؟ 12 دوز سير سيس هكا ولا لا؟ ودوز سير سيس اش تعطيني؟ باش تعطيني دو ان سي نوتر اير ايكالا كومبيان؟ ان سي الاير ايكالا كومبيان؟ سي دو. هذا مبدئيا خرجنا الار بتاعنا، سي بون ولا لا؟ باه نمشوا توا. ليش نو هاي باش نخرجوا الاي دي زيرو؟ توا الاي دي زيرو كيفاش نجموا نخرجوه ترى؟ عندنا الاي دي 7 ما هو ولا الاي دي 7، الاي دي 7 عندنا صحتي او ضحيتي الاي دي زيرو، دونك خرجوه من واحده منهم هيك ولا لا؟ اور لي دي 7 ايجال كومبيان؟ ايجال نف. اي الاي دي 7 زاد ايجال 4، مش هي اي دي 0 بلس دي فوا 7 مفهومه؟ ما الفكره هذيك كيفاش جت ولا لا؟ دونك احنا فينالمون يعني نجم نخرج الاي دي 0 ايجال كومبيان، هاي ما دامنا خرجنا الار الاي دي 0، دونك كيفاش نخرجها؟ الاي دي 0 هي ايجالا، كانت لاحظي انه هي اي دي بي موا ار فوا فوا بي، هذا اللي دي معناها الحاجتين اللي نجم نخرجوا بهم الار الاي دي 0 والريزون. هبا صافا ولا؟ دونك ايجالا كومبيان؟ دونك معناها هذا يكيفو اكوا؟
انه الاي دي 0 ايجال كومبيان، قلنا هو اي دي 7، اي دي 7 قديش؟ نف ولا لا؟ موان دي فوا 7 موان 14 هكا، دونك ايجال كومبيان؟ موان 5. صافا؟ الانسي دونك شاطينا انسي اي دي 0 ايجال كومبيان؟ ايجال موان 5. ولهنا نكونوا جاوبنا على السؤال بتاعنا. واضح؟ صافا؟ معايا ماك؟ اوكي نمشي توا للكيستيون اللي بعد. شنو هو الكيستيون اللي بعد؟ اش قال لنا؟ اكسبريمي اي دي ان اون فونكسيون دي ان. معروف السؤال هذاتك، دونك جو في اكسبريمي اي دي ان اون فونكسيون دي ان، يعني احنا ايش نعرفوا؟ نعرفوا انه الاي دي ان هي ايجالا اي دي 0 بلس ار فوا ان، كار علاش؟ كي تبدا السويت نتاعنا شبه الاي شبه ايه؟ اريتمي أريتميتيك. واضحة ولا لا؟ فايحة. نعم. واضحة ولا لا الحكاية؟ يا أخي لا هي بالمساجات ولا شنو؟ لا لا أنا ما باي صحيت خاطر نعرفك أنا ديما تركزي. دونك هاي إيش معناها؟ معناها الإي دي إن قالك واي؟ إي دي إن إتيني سويت أريتمي. سويت أريتميتيك. دونك ليديان إيجالا كومبيان؟ إي دي 0 بليس إر فوا إن، معناها إيجالا كومبيان؟ هذا أنسيش باش تعطينا الإي دي إن إيجالا كومبيان؟ الإي دي 0 قداش لقينا؟ موان 5 ولا لا؟ موان 5 بليس دي فوا إن، ولهنا نكونوا لقينا الإي دي 0 الإي دي 0 إي دي إن. كيفاش نفهم ان باهي انت ايش قلت لي انت وقتاش نستعملوا شنو هذا الترم جنرال تحكي عليه انت ترى عاودي لي اللي كنت تحكي فيه اي دي ان ايجالا اي دي بي بليس انتر بالونتيز ان مون بي ها فو فو قلت لك هذه نستعملها كي نبدو احنا الاي دي بي البي هذه ما هيش اي دي زيرو البريمي تيرم هوش اي دي زيرو فهمتي ولا لا كان جاني مثلا بريمي تيرم اي دو 2 ولا اي دو 3 تسمع فيا ولا اش تولي لهنا تولي اي دو 3 بليس ان موان 3 فوا ار واضحه وكان تبقى على الزيرو اش تولي لك ترى اي دي 0 بليس ان فوا ار طبعا وهذه تطبق على الكل راهي اما هذيك تطبق كان كيبدا عندنا اي دي زي اي دي 0 نصورها واضحة؟ خاطر كان مش واضحة خلينا نزيد نفسرها. اوكي. نمشي يا سيدي للكيستيون اللي بعده اللي هو ديزيامون. ديزيامون شو عطاني؟ قال لي كالكيلي لي سوم سويفونت. اس ان ايجالا دونك عندك الاس ان هذيك هو شنو هو؟ هو كان تلاحظي هو لا سوم دي سيت سويت يعني سويت جيوم اريتميتيك هكا ولا لا؟ بليس حتى بليس سي دي ان دونك شنو هو السوم دي سويت اريتميتيك شنو هو السوم دي سويت اريتميتيك القاعدة القاعدة بالطبيعة نسأل فيك في القاعدة ان هو بريمي تيرم حتى اي زيرو بليس بي دو ان سير دو
بشوفي هتنعطيك هنا بهي هنا باش نحكي فيها، باش نحكي اون جينيرال على خاطر لهنا ساعات فما شكون انه يصير خلط ما بين الاي دي 0 والاي دي ان وفازات هكاك. ها باش نكتب هذه هنا، ركزي معايا، باش نعمل هنا ان 0 بلس من بعد الترم اللي بعده هو ان 0 بلس ان ما هو، ونمشوا حتى للاي دي ان. دونك السويت نتاعنا اش باش تجي هي؟ هي نورمالمون السوم نتاعها هو تعرفي شنو هو نومبر دي تيرم. شنو هو النومبر دي تيرم نتاعنا؟ هو ان موا ان 0 بلس 1 فوا كوا؟ بريمي تيرم اللي هو اي دي ان 0 بلس ديرني تيرم اللي هو اي دي ان اللي تو سير سير دي. صافا ولا لا؟ ها؟ واضح. دونك هذا تعرف علاش عملت اي دي ان 0 هنا؟ باش نتحاشى انه ديما تخدموا بالزيرو اي دي 0، باش ما نقولش راه لهنا اي دي 0، اوكي ولا لا؟ خاطر نجم نبدا من اي دي 5 باغ اكزومبل. اوكي؟ باهي افيك الان مو ان 0 هذيك باش نزيدها لهنا افيك الان هذا مو ان 0 بليس 1 هما شنو هما؟ هما لي نومبر. هو شنو هو؟ نومبر تتر. صفا ولا لا؟ اوكي باه هاي سيدي مادام واضح سي بون. نمشي توا نابليكو اللي كنا نحكوا فيه توا على نوتر اكزومبل باش نرجعوا توا. دونك اس ان، دونك نوتر اس ان شو اللي يساوي ها؟ ايجال اكوا؟ اش تعطيني؟ شنو هو البريمي تيرم عندنا؟ البريمي تيرم والدرني تيرم، يعني كان تلاحظي الدرني تيرم هو الان، يعني النومبر دي تيرم كيفاش نحسبها ترى؟ هو ان موان 0 بليس 1 فوا اي دي كوا؟ اي دي 0 بليس اي دي ان كلها سير سير دي. واضح ولا لا؟ دونك قال لك كومبيان هذا؟ هذا باش يعطينا ان بليس 1 فوا الاي دي 0 قداش؟ سي موان 5 بلس الاي دي ان نتاعنا قداش؟ ها وين؟ موان 5 بلس دي زي هكا ولا لا؟ لي تو سير دي هذه كامله هي اي دي ان. دونك ايكالا كومبيان هذه؟ هاي باش تعطينا ان بلس 1 فوا موان 5 وموان 5 باش تعطيك موان 10 بلس دي زين سير سير دي. دونك اش تعطيك هذه؟ كان تلاحظي هذا موان 10 سير دي اش تعطيه؟ معناها هي باش تعطيني في الاخر انه ان بلس 1 ايكالا ان بلس 1 فوا موان 10 سير دي اش تعطيك؟ موان 5 ودي زان سير دي باش تعطيني بلس بلس ان. صافا؟ اوكي فايحة ولا؟ معايا فايحة أو نو؟ يا خاطر ما نسمعش في صوتك راه من هاك علاش يعني فايحة فايحة كانت تحبي ما تنقلي شيء راه غير جيست ركز على خاطر انا بعد نبعث لك بي دي اف اوكي خاطر هذه تتسجل معناها اللي نكتب فيه كل توريتي بالتفصيل معناها يتسجل اوكي دونك من غير ما تبقي حتى جيست خذي دي نوت وكهو كانك حاجتك بدي نوت خذي دي نوت او من غير ما تنقلي حتى شيء معناها ركزي وكهو واضح دونك الاس ان يقال لك دونك الاس ان بتاعنا يقال ان بلس ان موا 5 بلس ان باهي السؤال اللي بعده اي اس يقال 1 بلس 3 بلس 5 يعني الاس بتاعنا تو اللي حاجتي به هنا تفهميه هذاك السوم هذا اوكي ولا لا السوم هذا كيفاش باش يتخدم دونك الاس بتاعنا هو شنو هو ديزولي اصبر هذه دونك الاس اس يقال 1 بلس 3 بلس 5 بلس ترارارارا بلس 39 حسب رايك هاي عندك شي فكره هذا كيفاش يتخدم ماي هذا مش تاع الكابر تكليو ولا تاع الكابر تكليو نتاع نتاع الكابر تكليو ما
معناه نعملو n فوا n بلس 1 سور 2. لا اني ما فهمتش يعني انت شنو قلتي لي؟ بتاع شنو؟ بتاع هيك الكا هو الخاص الكا؟ ايه كا بلس دي قلتي لي هاي اللي علينا المهم هذه انه مو نجي n فوا n بلس 1 سور 2 n فوا n بلس هي دي مش معهم فونكسيون دي ان راه لازمك تعطيني ريال هذه راه اي فوالا تفضل خذي لحظات جيست تحاولي فكري عطو نعطيك الفكرة هنا بالضبط راك فاش نجمي تخدميها غازي السنة نحبك هيك تفكري شوي ما. نعطيك دقيقة تخممي هي هات انا اعطيك لحظه الريزون دو نيما ولا حاج الريزون دي كيفاش لقيتيه الريزون؟ هو من 1 ل 3 دو من 3 ل 5 دو صحيت هذه يعني لهنا فوالا تري بيان هذه الفكره نبدو اول حاجه الريزون سي دو يعني هذا هنا عندنا دو وعندنا لهنا الديفيرونس ما بين هذا زوز قداش دو دونك اكسترا اكسترا معناها كلهم باش يكونوا دو دونك لهنا الريزون تاعنا ايكالا دو هذه متفاهمين فيها سي بون شنو اللي بقي اخر تو؟ الاي 0 1 الاي 0 1 صحيت ربيع يعني تو حاليا ماشي تخمم مليح هذه سي الاي 0 شو بقى لي ترى؟ والاي 0 بلس مي ان فو ار الاي 0 1 بلس 2 زين بلس 2 زين ايه صحيتي دونك الاي دي ان بتاعنا ايش تولي؟ يعني جايك 1 بلس 2 صحيت دونك الاي دي ان وهذا نسموه شنو هو التيرم الاخراني هذا؟ هذا نسموه اي دي اي دي ان هكا ولا لا؟ تفهم فيا ولا لا؟ دونك هذا البريمي تيرم وهذا الدرني تيرم سميه اي دي ان اني عندي الار عندي الريزون وعندي الاي دي ان وعندي الاي دي زيرو لكن شنو هو المشكل وين في السوم هنا؟ باش نعرف شنو اللي ناقصني؟ نومبر دي نومبر دي تيرم ما نتحصل على النومبر دي تيرم كما نتحصل على شكون على الان هذه تكرتها يلزمني نعرفها قديش اوكي ولا لا؟ ما عندنا الاي دي ان ايكوال 39 باي صحتي عندنا الاي دي ان قال لك وا قلنا مش هي اي دي 0 بلس ار فوا ان اللي هي شنو هي؟ الاي دي 0 قديش؟ قلنا ا بلس دي زين هكا ولا لا؟ قال لك كومبيان مش قلنا الاي دي ان قال لك كومبيان؟ 39 صحيت معناها نجم نخرجوا الان توا معناها ديزان ايجالا كومبيان؟ ايجالا 38 معناها هذا يكيفو انه الان ايجالا كومبيان؟ ديز 19 معناها السوم هذا من الاي دي 0 حتى الاي دي قداش؟ معناها باش يولي لي الاس نتاعي من وين لوين؟ من الاي دي 0 حتى صحيت ولهنا نجم نخرج النمبر دي ديتر اوكي؟ فوق نكملوا لهنا اش معناها من دي زيرو حتى لي دي 19 معناها نجموا نعملوا تو السوم نتاعنا دونك النومبر دي تيرم هما شنو هما 19 موان 0 بليس 1 فوا كوا اي دي 0 قداش ولا لا بليس 39 سير صحيت دونك لهنا اش باش تعطيني باش تعطيني فينالمون قداش هذا السوم هذا قداش 19 مع 1 20 مع 39 على 2 اش يعطيني؟ 20 20 في ال 20 اش يعطيني؟ 20 في ال 40 هاي 40 على 2 دونك باش يعطيني ك 400 فوالا دونك هذا سي نوتري سو
صحيت الفكرة بتاعك من رجلي الطول أصلا. يعطيك الصحة. فهمتي؟ دونك من بعد ايش عندنا ترى؟ بعد يا سيدي مش نعاود ناخذ الاكزرفيس ونمشي للبايج اللي بعدها. او ناخذ البايج اللي بعدها. اوكي. نمشي للبايج اللي بعدها. اي سيدي. اوكي. نمشي توا للاكزرفيس الكيستيون اللي بعدها. شنو هو الكيستيون اللي بعدها؟ علاش باش نحكوا توا؟ سؤال سويتش بدي ان ولا سويتش نيا في دي ان ولا فيديا انت واعطاني ان سويت فيديا ايش قال لي يبين دونك اعطانا هو تروازيام مو هذا باهي تروازيام مو ايش اعطاني تروازيام مو اعطاني ان سويت فيديا ان ايقال اكوا سي تروا بليس تروا دي مي اي دي ان بور تو تان ابارتيان اكوا اه ان هكا ولا لا دونك بيتيتا جي في مونتري كي في دي ان تي سويت اريتمي اريتميتيك كيفاش مبين في دي ان تي سويت اريتميتيك نورمالمون نعملو في دي ان بلس ان مو في دي ان ري بيان صحيت دونك باش مبينو انو سويت سي تي سويت اريتميتيك دونك معناها في تي سويت اريتميتيك اتين سويت أريتميتيك أريتميتيك هذا يكيفو أكوا هذا يكيفو على أنه ال VDN بليس 1 موا VDN إيقال أكوا إيقال R وال R هذاتك باش يكون شبيه كونس صحيت دونك ال R نتاعنا هذاتك ستين كونس كونستانت اوكي انا ارجع يا سيدي للاكزرزيس نتاعنا دونك باش نبين انه في دي ان بلس 1 موان في دي ان ايكال كونستون تو سامبلومون اش نعمل نحسب في دي ان بلس 1 موان في دي موان في دي ان دونك في دي ان بلس 1 موان في دي ان ايكال كوا هاي ايكال كوا في دي ان بلس 1 موان في دي ان هي 3 بلس 3 دي مي فوا كوا اي دي ان بلس بلس 1 ولا لا موان 3 بلس 3 دي مي اي دي اي دي ان كل واحد نخليها انا نحطها ما بين قوسين باش ما ننساش السين صافا ولا لا هاي سيتي قلت لك واحد يعني دونك ايكال 3 بليس 3 دي مي يلزمني نبدل لي ديان بليس 1 لي ديان بليس 1 مش عندي لي ديان هنا ايه موان 5 بليس 2 صحيتي دونك باش نضربها فاش في موان 5 بليس 2 فاكتور شنو؟ ان بليس 1 تري بيان موا دونك لهنا نجمو نحو الاقواس دون قبل ما نحو الاقواس يلزمنا نبدلو الاي دي ان باش بد موان 5 بليس 2 بليس 2 دونك موان 3 بليس 3 دي مي فوا كوا فوا موان 5 بليس 2 بليس 2 اوكي ولا لا دونك قال كومبيان هذه هاي دونك باش تقول لنا 3 موان 15 سور 2 هكا ولا لا بلس بيت 3 دي مي فوا دي اش باش تعطيك مش باش تعطينا 3 ولا لا دونك اش تولينا بلس 3 زن بلس 3 هكا ولا لا صافا ولا لا باهي موا كي العاده 3 دونك لهنا باش تولي لي سيني موا دونك موا موان 5 باش تعطيني بلس 15 سور 2 ها ومن بعد هذه موان 3 دي مي فوا دي زان باش تعطيك موان 3 3 زان فما سامبليفيكاسيون عندنا كانس هذه تيكو هذه دونك عندنا
3 و مون 3 وعندي 3 زين و مون 3 زين، شو بقى لي؟ إيجالا 3. دونك حسبنا فيديان بليس 1 مون فيديان إيجالا 3 واللي هو ستين كونس كونستانت. دونك شنو نجم نقولوا على السويت نتاعنا؟ دونك في اتيني سويت كومون؟ سويتش با اريتميتيك دي ريزون قداش؟ دي ريزون 3. دونك سي بيناها احنا ستين سويت اريتميتيك دي ريزون 3 قال لي اكسبريمي في دي ان اون فونكسيون دي ان. اوكي لو يلزمني معناها نخرج البريمي تيرم هكا ولا لا؟ كيفاش نخرج البريميتر؟ نحسبوا الفي دي زيرو ما هو؟ وعلاش اخترنا بريميتر في دي زيرو ترى؟ على خاطر الان ابارتيان كوا؟ صحتي معناك علاش راهو البريميتر هو في دي زيرو؟ كان جاني مثلا ان ابارتيان ان اتوال شنو هو البريميتر؟ صحتي فوالا دونك في دي زيرو اللي هي 3 بليس 3 ديمي اي دي زيرو اي دي زيرو والاي دي زيرو قداش قلنا هو موان 5 موان 5 ولا لا؟ هكاكا فايحه موان 5 ما هو؟ دونك باش يولي 3 موان 15 سور 2 اللي هو ايكالا كومبيان؟ نوحدوا المقامات باش تولي لنا موان 9 سور سير دي. انسي نوتر سويت ايغالا كومبيان؟ انسي في دي ان ايغالا كوا؟ اللي هي بريمي تيرم اللي هو اللي هو البريمي تيرم قداش؟ مو نفس سير دي؟ سي في دي زيرو بليس ان فوا ار بريم نسميه ار بريم ولا اللي هو معناها خاطر مش ميموريزون دونك ايغالا كومبيان؟ سي مو نفس سير دي بليس 3 زين صافا؟ اوكي مادام صافا سي بيان نمشيو توا للكيستيون اللي بعد شنو الكيستيون اللي بعد ترى؟ اكسبريمي اون فيديان اون فونكسيون دي ان قالنا باش نمشيو للكيستيون اللي بعده اللي هو كالكيلي السوم هذا كان دونك جو في كالكيلي سيت سوم شنو هو السوم؟ معناها الاس الاس نتاعنا ايكالا كوا؟ ايكالا في دي دونك سا سي نوتر سي كيستيون سي ديزولي هو في دي بليس في 3 بليس حتى الفي قداش؟ اوكي دونك في دي دي بليس في دي 3 بليس في دي 10 دونك البريمي تيرم دونك لازم نشوف النمبر دي تيرم شنو هو النمبر دي تيرم؟ هو 10 موان 2 بليس 1 هكا ولا لا؟ فوا في دي دي بليس في دي 10 سير كومبيان؟ سير دي توا لهنا هذاتك اش نعمل اني لازم نمشي نحسب نمشي نحسب في دي دي اوكي ولا لا او الفي دي دي نتاعنا ايكالا كومبيا هاي هو 1 اف سير دي بليس 6 صح ايكالا كومبيا هاي عندنا دي فوا دي باش تعطيك دي فوا 6 سي 12 12 موان اف باش تعطيك 3 3 سير دي هكا ولا لا والفي دي 10 ايكالا كومبيا هاي اي في دي 10 ايجالا كومبيان؟ سي موان 9 سير 2 بليس قداش 30 اللي هي ايجالا كومبيان؟ 60 60 الى 9 اش تعطيك؟ 51 51 على 2 هكا ولا لا؟ انسي الاس ايجالا كومبيان؟ نوتري اس ايجالا كومبيان؟
10 موان دي بليس 10 موان دي قداش؟ 9 8 بليس 1 سي 9 9 فوا نعملوا 3 مع 51 يعني باش تعطينا 54 هكا 51 على 2 عندك فيدي دي سي 51 على 2 وفيدي دي هي 3 على 2 يجوا كلهم 54 على 2 هكا ولا لا؟ يعني كلهم 54 على 4 صباح ولا لا؟ ايه باهي اوكي دونك ايش باش تعطينا ترى؟ الى محل 54 على 2 ايش تعطيك؟ 27 باهي 27 على 2 معناها باش تعطيك 9 في 27 على 2 اي 243 تعطينا؟ احسبي لي 9 في 27 قديش؟ جيب كل 121.5 121.5 اوكي فاصل ها؟ شي نورمال مو ما تجيش بالفاصل عليه ما عرفتش فهمتي السوق ينجم يجي نيجاتيف ولا ما ينجمش؟ مش عارف تصوري انت السويت كلهم نيجاتيف الترم كلها نيجاتيف ينجم يجي نيجاتيف ولا لا؟ ينجم صحيت ان سي اس ايجالا 121.5 وما سالتينيش على انه فيديان ايجالا 3 بلس 3 دي مي معناها 3 دي مي هي 1.5 والاي دي 0 مثلا ناخذها اي دي 0 سي موان 5 هاو بالفرجيل هذا ونيجاتيف زاد زيدك زيادة معناها فهمتي؟ دونك هذا سي نوتري بريمير اكزرسيس صافا؟ ايه دونك هذا بريمير اكزرسيس وباش نمشوا توا